كرسوة أخذنا الدي سي كانت في السيف وبعدين مدرينا بيع كرسي الثاني أي سي راح يتحول سوينا جروبات وقرينا وابتهمنا وتالي وقعنا دور ثاني وقسم نجح بينا دور أول صف ثاني كلها دور ثاني ما أحكي له كان القنبلة والسيجنال أن سيستم كان البلا والمشكلة قسم نجح بعدين وحصل معدل مزين وقسم حمد هاي سنة أنا سنة راح نكمل وراح نتخرج إن شاء الله دور على أحسن تعيين ابني دور وصل من هسه أحسن كل ما عنده وصل بس كل حيجي بالنين احنا تعبنا وملينا ليه انضلينا 24 ساعة نقرا ولمدة 4 سنين سنة جت سنة وحدة أتعس من الوخة خلص ثاني وجت ثالث كان ينطيني أقوى كفخة أصعب مرحلة كلية هالحاجي مو بس علي اسأل كل ولد وبنية حيقول لك إيه والله صحيح كان عددنا بالخمسين هسه صار بالأربعين دمرونا ووقعونا فرقونا ورسبونا أو إس أي تي وأركيتكتشر يلحقها مايكرو بروسيسر كلها دارك وصور كان نصير صف رابع ونسوي الآتي أحسن تكير ما بقى أحد سامع بالخبر وعرف التغيير من أيام كلها اعتصام سوينا الأبد ما يصير هاي سنة آخر سنة راح نكمل وراح نتخرج إن شاء الله ندور على أحسن تعيين ابني دور وصل من هسه أحسن كل ما عنده وصل بس كل حيجي بالنين احنا تعبنا وملينا ليه انضلينا 24 ساعة نقرأ ولمدة 4 سنين هاي في هسه اريد اسمعكم اسماء ولد مرحلتنا نبدي باميار الدلاوي وين الرائد وعلاوي بعدين محمد هشام ورا يجي احمد فوزي ما ننسى اسامه ومروان ولا محمد غفران ولا ياسر وحسام لان هذول اعلام وابراهيم ومصطفى كامل واحمد تسجيل المتفائل ولا محمد وهاب واحمد سامي ابو شهاب دائما هادئ وحباب وحاتم ومحمد لطيف واحمد مقصود ومثنى ومحمد عزيز واخر شيء احب اقول كل اللي يسمعني اكتب اسمي باليوتيوب وهسه اكثر حاتعرف واحب اهدي كل البنات احلى سلام واحلى ورده وان شاء الله تحقيق كل الاماني راح نكمل وراح نتخرج ان شاء الله ندور على احسن تعيين ابني دور وصل من هسه احسن كل ما عنده وصل بس كل حيجي بالنين احنا تعبنا وملينا ليه انضلينا 24 ساعة نقرا ولمدة 4 سنين